دعما واسنادا للاسرى في سجون الاحتلال ولا سيما الاسرى المضربين عن الطعام. تاتي هذه الوقفه امام مؤسسه دوليه تعنى بحقوق الانسان وهي المفوض العام لحقوق الانسان في الامم المتحده، اللي طالب هؤلاء الابطال بضروره التدخل من قبل المؤسسات الدوليه ولا سيما هذه المؤسسه بضروره التدخل لانقاذ حياه الاسرى ولا سيما الاسرى المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم الذين تجاوزوا اكثر من 80 يوم كاد الفسوس ومقداد القواسمه وعلاء الاعرج الذين يعانون من اوضاع صحيه خطيره نتيجه لاضرابهم المفتوع عن الطعام ضد سياسه الاعتقال الاداري. المطلوب اولا وحده شعبنا اتجاه قضايا الاسرى ولا سيما الاعتقال الاداري والاسرى السته والاسرى المرضى والاسرى الاطفال، كذلك المطلوب التحرك باتجاه المؤسسات الدوليه ولا سيما المؤسسات الحقوقيه في العالم من اجل الضغط على الاحتلال لانهاء معاناه الاسرى وفي مقدم منهم الاسرى المضربين. تاتي هذه ضمن سلسله فعاليات دعم واسناد لاسرانا البواسل، وجئنا هنا عند مقر المندوب السامي لنحمل المجتمع الدولي مسؤوليه حياه اسرانا البواسل فلذات اكبادنا، حيث ان سبعه من اسرانا البواسل تجاوزوا 80 يوما في اضرابهم، حياتهم معرضه للخطر. جئنا هنا في هذا المكان بالتحديد لنحمل المجتمع الدولي مسؤوليه تواطؤه في هذه القضيه. اسرانا هم خط احمر، سنقف الى جنوبهم، سنساندهم بكل ما نملك من قوه. نحن نراقب عن كثب ونتابع قضيه الاسرى لانه كما تحدث هي قضية مركزية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي حال تجرأ هذا العدو الصهيوني ارتكاب حماقات وإجرام ضد هذا واستمر إجرامه ضد أسرانا البواسل سيكون للشعب الفلسطيني ومقاومته كلمة واضحة تساند هذه المطالب لأسرانا البواسل.